أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من المصدر المهتم بتحليل المشهد الإعلامي العربي والعالمي. هذا الأسبوع انشغل الإعلام الدولي بثلاث مواضيع أساسية نحاول أن نشرح خلفية طرحها في الإعلام ومسار تطورها. لقاء شي وبايدن في قمة العشرين يتصدر المشهد الإعلامي الدولي، وضع أقنعة الصداقة يتصدر الشاشات وفق تعبير الإعلام الغربي، استعادة أوكرانيا لمدينة خيرسون بين إعلام غربي شامت وتوعد روسي غاضب. في أمريكا المشهد الإعلامي يتبدل بعد نتائج الانتخابات النصفية المخيبة للحزب الجمهوري. نيران صديقة من إعلام الجمهوريين تصيب ترامب بشكل لاذع بالتزامن مع إعلان اعتزامه الترشح في السباق الرئاسي القادم. أنظار العالم توجهت نحو أول لقاء يجمع بين رئيسي أكبر اقتصاديين في العالم في ضوء توتر العلاقات بينهما في الفترة الأخيرة. ضبط إيقاع الخلاف في عصر المواجهة، كما عنونت نيويورك تايمز، قد يلخص مشهد لقاء الزعيمين على هامش قمة العشرين في بالي. إعلام الطرفين الأمريكي والصيني شدد على أهمية التعاون المشترك من أجل استقرار العالم. Met with Chinese President Xi Jinping in Bali earlier today. It was the first time that the pair spoke face-to-face since Mr. Biden took office late last year. A highly anticipated meeting took place on the sidelines of the G20 summit, and it arrived amid rising tensions between the U.S. and China. If I hear China, I hear future. لكن طبعاً رغم الدعوات الضمنية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، برزت خلافات حول عدد من القضايا وخاصة حول وضع تايوان الدولي، كما لم يخلو الأمر من بعض التعليقات النقدية في الشكل أيضاً. الخبير الأمريكي في الشأن الصيني جوردن شانغ علق في تغريدة على طريقة التحية التي ألقاها بايدن على رئيس شي، وقال أنه في اللقاء الأول الذي جمع الزعيمين لعب الرئيس الصيني دور المضيف حينما انتظر في مكانه حتى يأتي إليه الرئيس الأمريكي ليلقي التحية، واعتبر شانغ أن ذلك بمثابة مناورة لإظهار أمريكا أنها الطرف الأضعف في المعادلة الدولية. وتساءلت شانغ لماذا قبل الرئيس بايدن بهذا. وتنضم إلينا موفدتنا إلى بالي نادية البلبيسي. أهلا بك نادية، كيف كانت ردة فعل الصحفيين وتعامل الصحفيين الصينيين والأمريكيين مع قمة التي حظيت باهتمام عالمي كبير؟ أهلا بك جيلان. في الواقع هذه القمة كانت قمة العمالقة، كما تعرفين الصين تريد أن تطيح بالولايات المتحدة من المركز الأول أكبر منافس لها اقتصاديا، وبالتالي كان الكثير من الاهتمام الإعلامي سواء كان من الصحفيين المرافقين للرئيس بايدن، أنا طبعا واحدة منهم، أو من الصحفيين بكل آسيا في الواقع ليس فقط من الصين. كما تعرفين الرئيس بايدن يعرف شي جينبينغ منذ فترة طويلة عندما كان نائب للرئيس، لكن سئل الرئيس بايدن كيف تصف هذا اللقاء الذي استمر أكثر من 3.5 ساعات جيلان، هذا يعني بأنه كان لقاء جيد، يعني كل ما كان طويلا كل ما كان أفضل. هل كان الرئيس شي جينبينغ مثلا تصادمي أو كان مسالم؟ الرئيس بايدن قال بأنه كان كما عهدته، يتحدث بطريقة مباشرة، هناك قضايا كثيرة اتفقنا عليها مثل موضوع عدم استخدام الأسلحة النووية ومواضيع أخرى طبعا، لكن كما تعرفين موضوع تايوان هو الحاضر الغائب دوما في هذا الملف. وربما كان هناك طمأنة من الرئيس بايدن للرئيس شي جينبينغ بأنه الولايات المتحدة لم تغير سياستها تجاه تايوان، أي الصين الواحدة، وهو تحذير أيضا، يعني ممكن يقرأ من الناحيتين. لكن هو كان اللقاء الأهم في على هامش هذه القمة، وطبعا كان هناك تركيز على من يقترب من من، من الذي يبدأ بالمصافحة، لأنه بالنهاية بالفعل هو عملاق صيني أو عملاق أمريكي إذا أردتي وتنين صيني، ومن يقترب من الآخر كان تركيز كثير على هذه النقطة. نعم، كيف كانت ردة فعل الصحفيين الصينيين والأمريكيين على لغة الجسد بين الزعيمين؟
يعني كانت جيدة، الأجواء كانت بالفعل إيجابية على الأقل من وجهة نظر الوفد الأمريكي. أكثر من مسؤول طبعا في البيت الأبيض كان يتحدث معنا طوال هذه الرحلة، قال بأن الرئيس بايدن كان يمزح عادة، يقول بأنه قطع 17 ألف ميل حتى يذهب إلى الصين للقاء شي جينبينغ عندما كان نائب للرئيس، والكل كان يعرف بأنه سيكون القائد القادم للصين، وهذا ما حصل بالفعل على مدى ولايتين. والآن البعض يرى بأن شي جينبينغ هو القائد مدى الحياة، يعني لأنه تم انتخابه من قبل الحزب الشيوعي. وأعتقد بأنه بايدن يعني لديه لغة جسد كما رأيناها كانت مرتاحة نوعا ما مع الرئيس الصيني وكذلك، لكن بالنسبة لشي جينبينغ، لكن بغض النظر دائما هناك وجهان للحقيقة، يعني بالنسبة لوجهة النظر الأمريكية الموضوع إيجابي، لكن بالنسبة لوجهة النظر الصينية يمكن أن تنقلب الأمور ليكون وكأن شي جينبينغ هو الذي يسيطر على هذا الاجتماع وليس العكس. نعم، مفادات العربية إلى بالي من في إندونيسيا، شكرا جزيلا لك. هذا اللقاء الذي شغل العالم يأتي لتوضيح معالم العلاقات وتحديدها بين أكبر قوتين في العالم بعد 4 عقود من الشراكة المربحة لكلا الطرفين. بدأ كل طرف ينحو للاستقلال عن الآخر بتعزيز نسب الاكتفاء الذاتي بشكل أكبر مع تنامي حدة التوتر في إعلام كلا الطرفين في الفترة الأخيرة. العلاقات التجارية تراجعت أهميتها مقارنة بأولوية الأمن القومي بالنسبة إلى أمريكا، كما قالت واشنطن بوست في عنوان لها، ورأت أنه من الواضح أن الطرفين أصبحا مستعدان للتضحية بالمكاسب الاقتصادية لأسباب أمنية، هذا فيما يحذر الاقتصاديون من تبعات ذلك الانشقاق على الاقتصاد العالمي. نذكر أن قبل القمة في بالي كان عنوان الأبرز في الإعلام الأمريكي كيفية احتواء الصين التي تهدد مكانة أمريكا في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة بايدن من أجل الحد من التشارك مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. While China is by far the most consequential strategic competitor for the coming decades, الانعطافة الكبرى في العلاقات كانت تجلت في قرار إدارة بايدن بمنع تصدير الرقائق الإلكترونية إلى الصين كأقوى خطوة في إطار استراتيجية لاحتواء التقدم التكنولوجي الصيني، العمود الفقري لجميع الصناعات الحديثة. ولمواجهة هذا التحدي تتجه الصين إلى أقوى أشكال القومية التكنولوجية وفق نيويورك تايمز، وتتخذ السلطات سلسلة تدابير لسد النقص الأمريكي على مستوى صناعة الرقائق، علما أن 30% من أرباح الشركات الأمريكية تدرها من صادراتها إلى الصين على مستوى الرقائق. لكن يبدو كما ظهر في قمة بالي أن الأمور تتجه إلى الإدارة للصراع وفق صحيفة فاينانشال تايمز، وذلك طبقا لثلاث مبادئ. أولا، فصل الاقتصادين لا ينبغي أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي. ثانيا، تجنب الحرب الكبرى، والتعاون لا يزال مطلوبا في مجموعة من القضايا مع الصين. في هذا السياق نسأل لين خودوركوفسكي من معهد كراش المتخصص بمواجهة التقدم التكنولوجي الصيني، كيف رأى اللقاء بين الزعيمين الصيني والأمريكي، خاصة وهو خبير في علم التواصل أيضا. أهلا بك أستاذ لين. بالطبع كل شيء مهم، وباعتبار اختصاصي اتصال يهتم بالحركات والمعاني والمتابعات، فمن المهم الظهور في وضع قوة وهو ما تهدف له سياستنا. لذلك من المهم أن يعكس مظهرنا جوهر سياستنا، بما يعني أنه يتعين أن نقابل الصين بمقاربة من موقع قوة. فنعم كل شيء مهم، لكن منشغل أكثر بجوهر المحادثات ومعناها، وكيف أن الولايات المتحدة أو أصدقاؤها تذهب ليس فقط لمواجهة طموحات الصين في مد سيطرتها على العالم، ولكن ما يتعين علينا فعله على وجه الدقة لكبح جماح الصين. هذا هو الأهم بالنسبة إلى الولايات أو أصدقائنا عبر العالم. هل هذا اللقاء ترون فيها أنه سيؤسس لإدارة الصراع في المرحلة المقبلة كما قيل في الإعلام الأمريكي؟ Let's just create the context for the meeting.
لنحاول أولا وضع سياق للقاء. الصين هي مسألة الأمن القومي ذات الأولوية القصوى بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ولذلك فإن الاجتماع مهم، والآن مع حصول الرئيس شي على عهدة ثالثة ما يجعل منه عمليا إمبراطورا مدى الحياة للصين. فإنه كان من المهم للرئيس بايدن أن يظهر أولويات السياسة الأمريكية وعلى مختلف الأصعدة، بما فيها مخاوفنا الدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية والثقافية، وأن الصين هي التهديد في كل هذه المجالات. نعم، كان الاجتماع مهما، وآمل أن الرئيس بايدن لم ينسى ما كان ينبغي قوله. شكرا جزيلا لك لين خودوركوفسكي من معهد كراش. من المصدر مستمر، وبعد الفاصل في أدغال أفريقيا ممازحة من فيل تقود مراسلا كينيا إلى الشهرة العالمية. أهلا بكم من جديد. انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون كان له وقع كبير في الإعلام الدولي، فيما كان الإعلام الروسي يتوعد بالرد. النكسة الروسية قوبلت بشماتة غربية وفق تعبير الصحيفة البريطانية The Global News Echo، إذ اعتبرتها بريطانيا إهانة أخرى للجيش الروسي، فيما الولايات المتحدة اعتبرتها انتصارا غير عادي لأوكرانيا. ويعد انسحاب روسيا من خيرسون ثالث تراجع رئيسي لها في الحرب الأوكرانية. فبذلك سقطت إحدى المناطق الأربع التي أعلنت روسيا استقلالها عن أوكرانيا بعيد تطبيق الاستفتاء، بعد أن شنت القوات الأوكرانية هجوماً على مواقع القوات الروسية واستهداف الطرق المؤدية للمدينة لقطع الإمدادات للجيش الروسي الذي وجد نفسه محاصراً وفق ما شرحت أورونيوز. لذلك انسحبت القوات الروسية من مدينة خيرسون الأوكرانية إلى مواقع دفاعية إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو. تلك المدينة الاستراتيجية تعد المنفذ الأقرب إلى جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا في عام 2014. الإعلام الروسي كان قد بدأ قبل 3 أسابيع بتحضير الجمهور باحتمالية استعادة أوكرانيا لخيرسون الاستراتيجية، وهي أول عاصمة إقليمية استولت عليها روسيا لدى هجومها في فبراير الماضي. هنا في منطقة خيرسون الوضع صعب جدا على مدى هذه الشهور. كان الجانب الأوكراني يعمل بصفة منهجية على قطع طرق إمداد قواتنا على مستوى منطقتي سد نوفا كاخوفكا وجسر أنتونوفسكي. الآن تحديداً تعد الجوانب اللوجستية على الضفة اليسرى من نهر دنيبرو معقدة جداً. بالطبع تم إيصالها باستخدام جسور عائمة وعبارات، وللأسف لا توجد حالياً اتصالات كاملة بين ضفتي النهر، وهو ما يضع صعوبات أمام القوات الروسية. إذن بسقوط خيرسون فشلت روسيا باستيعاب المدينة وضمها قومياً إلى أراضيها. وفق نيويورك تايمز، روسيا حظرت الأغاني الوطنية ومنعت الأعلام الأوكرانية وهددت بسجن من يتكلم باللغة الأوكرانية، وقيل للطلاب أنهم روس. حفاوة أهالي خيرسون بدخول الجيش الأوكراني دليل على تعلق الأهالي بانتمائهم الأوكراني رغم الاستفتاء الذي نظمته روسيا بضم المدينة إلى روسيا. وحفلت مواقع التواصل بصور نبش أعلام أوكرانيا كانت خبئت في أماكن سرية في الأزقة خشية من القوات الروسية. هذا الفيديو لسيدة تسترجع على من خبأته بعد سيطرة روسيا على المدينة انتشر كالنار في الهشيم. مصدر هذا الفيديو من خيرسون ابن هذه السيدة الذي ينضم إلينا لنسأله لماذا برأيك انتشر هذا الفيديو وكيف تصف لنا الأجواء في خيرسون الآن. أهلا بك. اتصلت بأمي بعد أن بلغني أن الأحياء السكنية المجاورة تشهد عمليات تفتيش من طرف الجنود الروس. اتصلت بأمي وطلبت منها إخفاء العلم الأوكراني مخافة أن يتسبب لها في مشاكل، إلا أنها أكدت أنها أخفت العلم بعناية، وحتى تثبت لي ذلك قامت بتصوير مقطع فيديو. في 11 من الشهر الحالي عندما تم تحرير خيرسون، اتصلت بعائلة الذين أرسلوا إلي مقطع الفيديو وقمت بنشره على إنستغرام، وبمرور ساعات انتشر المقطع في أوكرانيا ثم في العالم أجمع. أعيد نشر الفيديو في الكثير من المنصات الشهيرة في أوكرانيا، لكن أمي لا تعلم أنها أصبحت مشهورة.
لكن إيغار، وفق الاستفتاء الأغلبية تريد الاستقلال عن أوكرانيا، كيف جرى الاستفتاء في خيرسون؟ لقد كان استفتاء مزعوما لا علاقة له بالحقيقة، لقد ذهبوا إلى البيوت، ليس إليها كلها طبعا، حاملين صناديق الاقتراع وبحراسة عسكرية. لقد قاموا بتحضير أقل ما يلزم من أجل إجراء الاستفتاء. هذا ليس استفتاء، كيف يمكنك الاختيار عندما يضعون رشاشا فوق رأسك؟ هذا خيال وليس استفتاء. شكرا جزيلا إيغار من خيرسون. وفيما كان الأوكرانيون يحتفلون باستعادة خيرسون، كانت روسيا تتوعد وفق رصد الإعلام الروسي. آمل أن يكون هذا مخطط سري لاستدراجهم. تذكر أننا ناقشنا هذا قبل أسبوع وقلت إنه من المرجح جدا أن هذا فخ، ولكنني الآن أتحدث عن فخ عالمي دولي أكبر. حاليا نحن بصدد إظهار أننا لا نستطيع الدفاع عن أنفسنا من قوات الناتو. بفقدان كل الضوابط تتجاوز قوات الناتو حدود بولندا وسلوفاكيا وتشيكيا وتملأ كل أوكرانيا، وإثر ذلك ندمرهم جميعا. ولكن رغم القلق الواضح في روسيا إلى أن الإعلام الغربي يخشى من استراتيجية جديدة لروسيا قد تقلب الموازين من جديد، ذلك لأن الرئيس بوتين ليس مستعجلاً ويرى نفسه في معركة طويلة الأمد مع الغرب، حيث تنقل مجلة تايم عن مسؤول عسكري غربي كبير قوله إن الانسحاب من خيرسون يظهر تغييراً في تفكير سيد الكرملين. ويضيف المسؤول أن بوتين يسعى إلى تجميد النزاع لكسب الوقت بهدف إعادة بناء جيشه وتدريب جنود الاحتياط الذين تم استدعائهم مؤخراً، فإن جغرافية المنطقة ستسمح للجيش الروسي ببناء تحصينات أخرى، وستكون مهمة عبور نهر دنيبرو صعبة جداً على الجيش الأوكراني المهاجم. لذلك تتطلع واشنطن إلى الدبلوماسية قبل أن يبطئ الشتاء زخم الحرب وتبقي روسيا على مكاسبها. وفق وول ستريت جورنال، كبار المسؤولين في واشنطن بدأوا يتساءلون بصوت عال عن مقدار المزيد من الأراضي التي يمكن لأي من الجانبين كسبها وبأي كلفة. يجب أن يكون هناك اعتراف متبادل بأن النصر العسكري بالمعنى الحقيقي للكلمة ربما لا يمكن تحقيقه من خلال الوسائل العسكرية، لذلك تحتاج إلى اللجوء إلى وسائل أخرى ومنها المفاوضات. في أمريكا يتغير المشهد الإعلامي بشكل لافت غداة إعلان نتائج الانتخابات النصفية التي جاءت مخيبة للأمان بالنسبة إلى الحزب الجمهوري. الانتقاد من داخل الحزب الجمهوري لترامب الذي كان حتى الأمس القريب الزعيم الأوحد للحزب يأخذ حيزاً واسعاً في الإعلام الديمقراطي بطبيعة الحال، ولكن المفارقة أنه ينتشر أكثر في الإعلام الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب. هذا الأسبوع انقسمت شاشات القنوات الإخبارية الأمريكية بين إعلان ترامب ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة وتحليل هذا الإعلان، وبين سلسلة لقاءات لمايك بينس نائب ترامب السابق الذي أطل لانتقاد حكم ترامب وعرقلة ترشحه بشتى الطرق وفق تعبيره. طبعا الإعلام المقرب من الديمقراطيين استغل نقمة بينس على ترامب وأفرد له سلسلة لقاءات لتسويق كتابه الجديد الذي ينتقد فيه الرئيس ترامب، خاصة فيما يتعلق بأحداث 6 يناير باقتحام مبنى الكونغرس المتهم ترامب بافتعالها. على شبكة ABC انتقد بينس سلوك رئيسه السابق والذي وصفه بالمتهور. بينس عبر عن يقينه من أن الولايات المتحدة سيكون لها خيارات أفضل من ترامب لمنصب الرئيس، وأكد أنه هو نفسه يفكر في التراشح ضد ترامب تحديا له ولقطع الطريق على رئيسه السابق. وفي ظهوره الآخر على الشاشة العدوة لترامب CNN جدد بينس هجومه عليه مع نجم CNN جاك تابر. أما ظهوره الثاني فكان على فوكس نيوز الجمهورية، حيث أجرى أيضا حوارا مع شين هانيتي وانتقد ترامب مرة أخرى ولكن بلهجة مخففة، ويذكر أن هانيتي عرف بمناصرته لترامب. بذلك وقع الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في مرمى النيران الصديقة من الإعلام الموالي للحزب الجمهوري، ذلك لأن الحزب الجمهوري يعيد حساباته بعد هزيمة معظم مرشحي ترامب في الانتخابات النصفية التي جاءت عكس توقعاتهم بفوز ساحق. موقع ميديا ميترز عنوان فرقة الإعدام في الإعلام الجمهوري ضد ترامب في ضوء نتائج الانتخابات.
وعلى رأس فرقة الإعدام تلك تأتي الإمبراطورية الإعلامية التي يملكها روبرت ميردوخ، التي تضم كبرى المؤسسات المرموقة في الإعلام المحافظ كفوكس نيوز وول ستريت جورنال ونيويورك بوست. في هذا السياق انتشر مقطع لمعلق في فوكس نيوز مارك تيسن كثيرا بعد انتقاده اللاذع لترامب. تيسن طالب من المشاهدين الانتباه لأن ترامب خسر الحزب الجمهوري مجلس الشيوخ مرتين وأصبح عبئا على الحزب، وعلى الجمهوريين الالتفاف إلى الفائزين كارون دي سانتس الذي يظهر اسمه بقوة بعد فوزه الكبير في فلوريدا بنحو 20 نقطة. And there wasn't a red wave. That is a searing indictment of the Republican Party. That is a searing indictment of the message that we have been sending to the voters. They looked at all of that and looked at the Republican alternative and said no thanks. The Republican Party needs to do a really deep introspection look in the mirror right now, because this is an absolute disaster for the Republican Party, and we need to turn back. We need to look at who won today. Ron DeSantis. كما طالب تيسن وهو الكاتب الشخصي للرئيس الأسبق جورج بوش في رسالة مفتوحة طالب فيها ترامب عدم الترشح. الرسالة وجهها عبر واشنطن بوست بعنوان العزيز الرئيس ترامب، نرجو عدم ترشحك من جديد، وقال حفاظا على إرثك وعلى فرص الحزب الجمهوري بالفوز من جديد. التذمر من ترامب يمكن ملاحظته من خلال كيفية تغطية كبرى القنوات الأمريكية لخطاب إعلان ترشحه. فيما قررت MSNBC عدم بث الخطاب على الهواء مباشرة، قطعت CNN بثها من بالم بيتش مقر ترامب بعد نحو 25 دقيقة، فيما بثت فوكس نيوز حوالي 40 دقيقة من الخطاب. أما نيوز ماكس فبثت الخطاب كاملاً. من المصدر سأل رئيس قناة نيوز ماكس المحافظة السيد كريستوفر رودي ما إذا كانت ستغير نيوز ماكس خطها التحريري بدعم ترامب، كما لاحظنا في قناة فوكس نيوز المحافظة أيضا، فرد بجواب لا مع علامة تعجب، ما يعني أن دعم المحطة مستمر للرئيس السابق دونالد ترامب. وقال لنا الرئيس رودي إن المحطة ستعطي فرصة للجميع بطريقة عادلة، ومن ضمنهم ديسانتس أيضا. ولكن بشكل عام كما تقول نيويورك بوست الموالية للحزب الجمهوري، خطاب ترامب للترشح تم تجاهله والتعتيم عليه في القنوات التلفزيونية الرئيسية، تغير حقيقي في المشهد الإعلامي تجاه ترامب الذي يبدو أنه لم يعد مقنع حتى للنخبة بالنسبة إلى الحزب الجمهوري. والآن إلى فقرة الإعلام السريعة. النقاش حول كيفية تعامل وسائل الإعلام ومنصات التواصل مع بيانات ترامب يعود إلى الواجهة مع إعلان اعتزامه الترشح. أول رد فعل جاء من شركة ميتا مالكة فيسبوك، حيث أظهرت مذكرة داخلية أن الشركة ستستمر في حظر ترامب ولكنها لن تحقق أو تعالج البيانات التي تصدر عنه أو التي يتناقلها المستخدمون عنه. تصدرت فوكس نيوز نسب المشاهدة للانتخابات النصفية في أمريكا في أوقات الذروة، فيما حلت CNN في المرتبة الثانية وفق الأرقام الصادرة عن موقع ميديات، تليها MSNBC من حيث أعداد المشاهدة التي لم تصل إلى نصف عدد المشاهدات CNN. وفي كينيا مراسل التلفزيون يتعرض إلى موقف محرج من قبل فيل الذي قرر أن يمازحه على الهواء مباشرة. المراسل الذي كان يتكلم على ضرورة الحفاظ على الأنواع الحيوانية قبل انقراضها يبدو أنه لاقى تشجيعا على كلامه من قبل الفيلة. ومع هذا نصل إلى نهاية حلقتنا لليوم، موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.